لازم أسلم المفتاح. يلا. صراحة I enjoyed our stay here. ما تخيلوا قديش. وأنا كمان كتير 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 يعني ما رح أنسى هال 11 يوم بحياتي. بس لسه ما خلصت عادتنا بلندن، راح نقعد هلا عند رفيقتي شغلة 3 أيام مشان نبسط وهيك وبعدين بنرجع على فرنسا. ما كثير معنا غراب. إحنا متميز إنه ما كثير معنا غراب. ليش انت حسيتها كبرانة عن وقت اللي اجينا؟ ساقين الغراض لازم نكب شوية تياب. ايه لابسة جاكيت السميك عمود. الشعر الأبيض بوضوح، علامات الكبر تحت عيوني عجبيني. الله أكبر عليك يا ريبان. بتخيل لسا في شي لسا لسا على يخلص عمري ولا بلنسا دقيقة بهاي السيارة. هي سنة خارج أسوار هذه السيارة. يا إلهي يا إلهي صحتك. جاعت عطشت تحت والهيد بدخين بحاجة رفعتي تليفون. سيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. يلا رح نوصل رح نوصل. لا ما انا عم بتهاوى. لا بدك تشد حالك تماسك. هانت هانت ابو طريق هانت. ممكن تنط الطريق. كفوا بدوني. اذا صار لي شيء وقعت كفوا بدوني يجيبوا شاورما ورجعوا لي يزتوا لي سندويش قدامي. سيروم؟ علق لك سيروم شاورما؟ كم يركض لهذا المحل؟ طارق عندك انرجي تركض؟ هونيك مثل العادة عم ياخذ لقطة. Thank you.
هاي I'm gonna show you العدسات اللي استخدمتهم بتصوير الدوكيومنتري بلندن. الكاميرات اللي استخدمتهم هن الكانون 5D مارك 2 والكانون 5D مارك 3. أول لينس هي 17-40 مليمتر، الأبرتشر 4 وهي very wide lens، بتشوه شوي اطراف الصورة بس حلوة كتير. I'm gonna show you. ال 17-40 هي عدسة زوم بتفيدني كتير بالإستابلش بوينت باللقطات العامة. كأنه بلشت مطر. يا بلشت مطر. هاي اللينس الثانية كمان زوم لينس 24-105 2405 مليمتر أبرتشر 4 وكمان L سيريز. اللي حلو بهالعدسة إنه فيها إيمج ستابلايزر. بلشت مطر منيح. استخدمتها كتير بالانترفيوز. العدسة الثالثة اللي هي الـ 50 مليمتر الابرتشر 1.4 هي فيكست لينز ما أنا عدسة زوم منيحة كتير بـ low light conditions. إذا الضوء ضعيف أنقاذ هاي العدسة. تروح؟ ثانك يو حبيبي. يلا رح خلص. لازم تخلص لأنه الجو برو بلش يفوت فيها مي على الميكروفون. hope you enjoyed. بس كبستنا المطرة. ليكو الكاميرا كيف تشتشت. رح خلي الصبة بيكي.